موجز الأخبار، أهلا بكم. نفذ أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إضرابا عن العمل بيوم واحد في عدد من المؤسسات الجامعية والبحثية بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد فشل الجلسة التفاوضية التي عقدت أمس بينها وبين وزارة التعليم العالي للنظر في مطالب القطاع المتمثلة في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرف الحكومي والنقابي. وتتضمن هذه الاتفاقيات مطالب معنوية على غرار تمتيع الأساتذة التكنولوجيين والمبارزين بعطلة بحثية خالصة الأجر، وتمتيع الجامعات الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهياكل بحث، بالإضافة إلى تقنين الانتدابات التي حصلت في إطار العفو التشريعي العام. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اعتزامها صرف الزيادات المقدرة ب30 دينارا في منح العائلات المعوزة لتصل إلى 150 دينارا، وذلك انطلاقا من الشهر الجاري طبقا لما أقره رئيس الحكومة لحبيب الصيت على أن يتم مسح عام مطلع أكتوبر القادم لتحين قائمة العائلات المنتفعة بهذه الإعانات وببطاقات العلاج ذات التعريفات المخفضة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليومباعي خلال ندوة صحفية اليوم أنه سيتم إعداد القائمة النهائية شهداء الثورة قبل موفى شهر جويلية القادم، ثم في مرحلة ثانية سيتم إعداد القائمة النهائية لجرحى الثورة بعد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة. استنادا إلى مصادر أمنية، قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متشددو حركة شباب الصومالية الإسلامية على مبنى حكومي يضم وزارتي التعليم العالي والبترول في العاصمة الصومالية مقديشو. وأضافت المصادر نفسها أن عناصر من الحركة نفذوا تفجيرين كبيرين قبل أن يقتحموا المبنى في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات نفذتها حركة الشباب في مقديشو. صوت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء روسيا على مشروع قرار خليجي يفرض حظر تسليح الحركة الحوثية في اليمن، كما طالب مجلس الأمن الأطراف اليمنية بوقف العنف ودعا الحوثيين إلى سحب قوتهم من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. في الأثناء تواصل قوات التحالف العربية عملياتها العسكرية التي أطلقت عليها عاصفة الحزم مستهدفة مواقع تمركز المسلحين الحوثيين ومستودعات الأسلحة والذخيرة، بينما تقصف المدفعية السعودية تجمعات لمسلحين على امتداد المحافظات اليمنية الملاصقة للشريط الحدودي السعودي مثل حجة وصعدة. صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية فقد أكثر من ربع الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق منذ بدء حملة الغارات الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شهر أوت الماضي، موضحا بأنه من المبكر القول بحدوث تحول كامل في السيطرة على الأرض. ذكرت السلطات الإيطالية أنها تمكنت من انتشال جثث 9 مهاجرين وأنقذت 144 آخرين إثر غرق قربهم في مياه البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، لينضاف هذا العدد إلى ما يزيد عن 5000 شخص قام الطواقم البحرية الإيطالية منذ أيام بإنقاذهم. وبيّنت السلطات الإيطالية أن عمليات البحث ما زالت جارية إثر هذا الحادث الذي يعد الثاني خلال أسبوعين، ويعتقد أن جل المهاجرين هم الفارقة وكانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة، نلقاكم بإذن الله في النشرة الثامنة، إلى اللقاء.